أريج محطتنا الأولى لليوم مع ضيوفنا، رح نبداها مع الإعلام التنموي ودوره الرائد بتسليط الضوء على عدة قضايا بتلامس واقع الحياة لدى السوريين، وعم يتم تسليط الضوء على هذه القضايا عبر ورش عمل تستهدف شريحة الإعلاميين بهدف توعية المجتمع. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع بصباحنا غير لليوم رح يكون مع مدير الإعلام التنموي عمار غزالي. يسعد صباحك أستاذ عمار. أهلا وسهلا فيك أستاذ عمار. يسعد صباحك أستاذ عمار. يعني جهود عم تبذلوها بالإعلام التنموي، وخاصة شهدنا يمكن هالسنة ورشات عمل كثيفة ومتنوعة بالإعلام التنموي، خبرنا عنها أكثر والهدف منها. يسعد صباحك وصباح الأخوة المستمعين. بداية ورشات العمل هي جزء من خطة الإعلام التنموي، هي تدريب الإعلاميين. تدريب الإعلاميين بيتم عن طريق ورشات عمل تدريبية. هاي الورشات هي بتهدف الأول لبناء قدرات الإعلاميين، وخاصة الإعلاميين الشباب الذين إذا جاز التعبير دخلوا سوق العمل الإعلامي خلال فترة الأزمة. كان في شح في التدريب والدورات، ودخلت مفاهيم جديدة كتير على، يعني لم يصدر لسوريا فقط الإرهاب، إنما تدخل كتير أشياء على البلد. فكان من بيناتها مصطلحات تجنيد الأطفال، انتشار ظاهرة التسول، انتشار ظواهر عديدة. كان لابد الإعلاميين تعريفهم بهذه المصطلحات، كيف تسليط الضوء عليها، لأنه الإعلام على عاتقه بيقع مسؤولية توعية ونشر الوعي بهذه القضايا. نعم، يعني أستاذ عمار رح نحكي أكثر عن مجال الإعلام التنموي بشكل عام وأنشطتكم الحالية. تمام. الإعلام التنموي إذا بدنا نعرفه مثلا بالتعريف المختصر أو مو الأكاديمي، هو يلامس هموم الناس، وكلما اقترب من مشاكل الناس همومها كان الناس في إلى فهم أكثر الإعلام التنموي شو هو. واليوم صار في حاجة ملحة للإعلام التنموي بحكم الظروف اللي صارت فيها. صار في اختلاف عندنا بالتغيرات الديمغرافية، في صار عندنا سوء بالخدمات الصحية، صار في عندنا اختلاف ضغط في بعض الخدمات، خروج بعض المدارس عن الخدمة. هذا كله يقع على عاتق الإعلام التنموي ونشر الوعي بهذه القضايا. يعني أستاذ عمار، من عام 1991 الإعلام التنموي عم يتطور، قديش حسيتوا أنه وصل لهالمرحلة وهو عم يحقق الأهداف المرجوة من هالإعلام هذا؟ هلا مثل ما حضرتك تفضلتي، منذ تأسيس المديرية ب 91 لتاريخ اليوم، لتاريخ 2010، كان في معطيات كتير، اشتغلنا على ملفات المرأة، ملفات الحقوق الطفل، القضايا السكانية، نشر الوعي بهذه القضايا، وكان في أرقام بسوريا كتير عالمية حققتها. ومنها مثلا صفر كان في أمراض كتير في شلل الأطفال، سوريا من الدول اللي كان خالي من أمراض كتيرة. بعدين نسبة السكان خفضت، يعني نسبة الإنجاب، هي بفضل الإعلام التوعية. في قضايا كتير حققناها، وكان العمل مع المنظمات الدولية بهذيك الفترة اقتصر على نشر التنمية، توعية بالتنمية. اليوم العمل تحول من التنمية للإغاثة. للأسف اليوم تغيرت عندنا كل المعطيات، الكثافة السكانية في بعض المحافظات، الضغط السكاني على بعض المناطق أدى إلى سوء الخدمة، أدى إلى زيادة الطلب على الاحتياجات. فهون وقع على أعتاق الإعلام المسؤولية كبيرة. يعني الأزمة والوضع الراهن كمان ترك أثره أيضا على الإعلام التنموي. تماما، أثر كبير. ونحن أنت بتعرفي حضرتك أنه دائما نحن نتهم بالتقصير، إعلام مقصر، إعلام مقصر في هذا المجال. طيب إذا الإعلام مقصر ضمن هالإمكانات اللي بشتغل فيها اليوم، لو الإعلام السوري ما هو فعلا فاعل، لما وجد اليوم وترك وحورب كل هالمحارب. إذا ما أنا مؤثر ما تتركه، بس لو مؤثر ترك. الشغلة الثانية نحن اليوم نشتغل عليها هي إن شاء الله بوادر نصر بادت، يعني واضحة، والإعادة الإعمار ستتم قريبا. هلا هي خطط موجودة، خططها طبعا، بس إعادة الإعمار جزء كبير من الإعلام التنموي رح يكون له نصيب كبير كتير. واللي هو هلا مش أسس له نحن هي الدورات التدريبية، لأنه بكرة ستهافت علينا المنظمات والأمور التانية برا، الدول والكذا، شو عملتوا شو عملتوا. نحن مشان ما نقول انطلقنا من الصفر، هلا تقريبا في كل يوم الإعلام متخصصي. نحن صار في عنا زملائنا كتير في الصحف بيشتغلوا مثلا صفحات المجتمع، حتى في التلفزيون اللي بيشتغل رياضة ما تشتغل صحة، اللي بيشتغل صحة ما تشتغل مجتمع، اللي بيشتغل مجتمع ما تشتغل سياسي. يعني حتى الإعلام اليوم جزء مجزأ، يعني التخصص صار واضح. فليك نحن عم نشتغل على هذه الفرق، تشكيل فرق في كافة المجالات اللي تهتم فيها الإعلام التنموي. يعني أستاذ عمار، ورشتكم اللي أطلقتوها كانت عنوانها هي تجنيد الأطفال، كان هذا المحور اللي أنتوا ركزتوا عليه. قديش مهم بهيك وقت بظل هيدا الحرب الطاحنة أنه يكون موضوع تجنيد الأطفال هو محور لنركز عليه بالورشات؟ تماما، لأنه هذا المفهوم ما كان في سوريا موجود قبل الحرب. يعني تجنيد الأطفال وإشراكهم في العمليات القتالية لم يكن هذه المصطلحات موجودة. فالهيئة السورية شؤون الأسرة والسكان أقرت رئاسة الحكومة خطة الموجودة حول تجنيد الأطفال، وكان فيها تتناول هي أربع جوانب: جانب قانوني، جانب فني، جانب اجتماعي، جانب
توعوي. الجانب التوعوي طبعا يقع وهو الأهم على عاتق وزارة الإعلام، طبعا تصدر القوانين والتشريعات وكيف كيف بدها ترى النور إلا من خلال وسائل الإعلام. صحيح. فأنا لا يفترض الإعلامي يستطيع أنه يصل هالرسالة، يفترض هو ثقفه، لأنه إن لم أكن مثقفا في الموضوع لا أستطيع أن أثقف غيري في هذا الموضوع. فهي المفاهيم نزلت جديدة، تجنيد أطفال وأشراك في الأعمال القتالية، كيف إعداد تقارير، عملنا ورشة عمل على مدى يوم واحد كانت هي، بس ستريها ورشات ثانية راح يكون فيها نتناول فيها الجانب القانوني والجانب الاجتماعي والجانب النفسي، أنه الطفل هذا اللي شاف أو تجنيد الأطفال مو بس فقط من حمل السلاح، اللي تشارك في الطبخ، اللي شارك مثلا في إيصال بعض المعلومات، في ظروف خارجية تماماً. نفسية. وصدرت مراسيم تشريعية كبيرة حتى تصل العقوبة أحيانا إلى الإعدام. ونحن دعينا الإعلاميين بعد ما أعطيناهم لهذا، أي هلا إحنا في صدد إنتاج فواصل تقريبا أنتجت يعني ستبث قريبا عبر شاشات التلفزيون حول تجنيد الأطفال، فأي إعلام إن عنده فكرة لفاصل، لأنه اليوم هو التوعية تبدأ من فواصل فلاشات قصيرة، وخصوصا إذا كان فيها نوع من الدراما، لأنه هي دراما الأكثر وصولا لقلوب الناس عندنا في مجتمعنا. أستاذ عمر، يعني اليوم الإعلام التنموي عم يحقق بصمته على أرض الواقع عبر النشاطات والندوات والدورات التدريبية، وأيضا بمجال التخصص الإعلامي كمان عم تحاولوا أنه يكون في توسع بهالموضوع، والإعلام يكون متخصص أيضا بمجالات تهم اليوم الوقتنا الحالي. إمتى ممكن تلمسوا نتائج عملكم وتحققوا البصمة على أرض الواقع؟ هلا نحن بتعرفي في خطة عنا مشتغل عليها. طبعا الإعلامي اليوم هنن عليهم مسؤوليات كتير كبيرة وبيخضعوا لدورات متعددة، لا نستطيع نجني ثمار هذه الدورات بدنا شي سنتين، لأنه في آلية معينة ضمن نطاق كان بشتغل إعلامي بدها تغير الرسالة كلها، نمطية الرسالة طبيعتها بالقضايا التنموية، أنا بحكي حصرا هاي بدها وقت كتير لنجنيها، بدها حوالي سنتين لأنه متابعة ونشوف أثرها. ونحن من باب التشجيع هاي السنة نهاية العام سنطلق جائزة أفضل تقرير، أفضل ريبورتاج، أفضل صورة فوتوغرافية، أفضل رسم كاريكاتير حول القضايا التنموية اللي نحن عملنا عليها ورشات. جائزة رح تكون جائزة مادية يعني مليحة مرتبة لتشجيع الإعلاميين بشان تطوير رسالته الإعلامية نحو الأحسن. يعني أستاذة عمار أكيد إن شاء الله يا رب بتصلوا للي بدكم يا. خلينا نحكي عن الإعلام التنموي من عدة جوانب، يعني الإعلام التنموي كمان بظل هيدا الظروف هو لازم يكون الأبرز على الساحة. خلينا نحكي كإعلام تنموي، شو الخطط اللي انتم بتشتغلوا عليها؟ كيف بيتم التحضيرات؟ قديش بتاخد معكم وقت ورش العمل لتتم يعني؟ تماما. هلأ نحن بال 25/4/2017 هي العام أقرت الحكومة خطة الإعلام التنموي لأول مرة، خطة تتناول عدة بنود من بناتها أول خطة شيء خطة هاي العام. هاي العام طبعا ستجدد البنود التي تنفذ هذا العام ستنفذ في العام القادم، بس تقريبا لهلا نحن منفذين 60%، جزء منها بناء قدرات الإعلاميين، الجزء الثاني توعية الناس بقضايا الإعلام التنموي وتعريفهم بالإعلام التنموي من خلال إنتاج فواصل، سبوتات، فلاشات إذاعية تلفزيونية. وهلا نحن راح نطلق حملة إعلانية طرقية، لأنه كمان الإعلان الطرقي مهم جدا اليوم. إن شاء الله الشهر القادم هي عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه هي المرأة خلال فترة الحرب هي المعاني الأكبر، هي اللي شالت وزر الحرب، إن كانت هي أم الشهيد، زوجة الشهيد، أخت الشهيد، فتحملت المرأة خلال الحرب أعباء أكثر من اللي لازم كانت تحملها. فليك نحن علينا الدور نسلط الضوء على دور المرأة وكيف نتعامل معه، وشو دور يعني شو دور المجتمع تجاه هذه المرأة. الحملة الإعلامية ستتناول طرقية وعلى الباصات فواصل فلاشة عبارات معينة، طبعا ستكون الصور من المجتمع السوري، تقريبا الدرافت تبعها جاهز، بس إن شاء الله رح نطلقها بشهر بعد 10 8 رح تكون يعني شهر. هدول الفلاشات والصور كأنه أنا شفت البعض عم يبلش ياخدها من خلال المرأة بالتحديد، من خلال محلات الصالونات أو أي شيء عم يفوتوا ياخدوا صور، يعني هي صور من قلب الواقع من المجتمع السوري تماما. يعني هلأ مثلا كانت عادة مثلا نعمل حمل نجيب صور من النت، لا انا قلت لهم بدي اياها من نفس المجتمع السوري، لانه لما انا بشوفها بتعطيني مصداقيه اكثر لما بشوف امراه من مجتمعي من بيتي. في جانب كمان من الخطه يتناول هي اجتماع لقاءات مع كتاب دراما، تعريفهم بالاعلام التنموي وماهيته وخصوصيته، لانه الدراما لها تاثير كبير خاصه في شهر رمضان. فنحن بهمنا تصل هاي المفاهيم الصحيحه عن طريق دراما تمرئه من خلال كتاب الدراما. في عندنا جانب الاحتفال بالايام العالميه، هذا مهم جدا تسليط الضوء عليها، وعندنا هلا قريبا عم نحضر لها هي 16 يوم اجل القضاء على العنف ضد المرأة، تبدأ هي ب 25/11
تنتهي بعشرة 12 لأنه هي تبدأ من اليوم العالمي لمناهضة العنف تنتهي باليوم العالمي لحقوق الإنسان وبمر من بينات أربع أيام عالمية اليوم العالمي الإيدز يوم العالمي الشباب يوم يعني عدة أيام عالمية تخلل هاي المناسبة رح يكون فيها مناسبات هاي للعام الثالث إن شاء الله تكون برعاية وزارة الإعلام هاي الحملة وأضف إلى ذلك هلأ فعلنا التنشاط مع المنظمات الدولية العاملة على الجمهورية العربية السورية يعني أخذنا جزء من عملنا لأنه كمان هي يفترض تعرف دور الإعلام التنموي مهم جدا هلأ الإغاثة بتشتغل في جهات في لجنة عليا الإغاثة بتشتغل بس لكن هذا لا يتعارض أنه الإعلام يفترض يفوت على دور الإيواء يسلط الضوء التوعية لأنه هذه مناطق يعني شبه معدومة شبه يعني فيها كتير بصير من الأخطاء فهوني دور الإعلامي والإعلام اليوم نحن عم نحمله بصدق يعني جهد أكبر من اللي لازم يحمله يعني مثلا إذا في يحمل جعب عم نحمله خمس جعب مطلوب منه بيئة وصحة ومليون قضية وضمن المساحة وضمن الإمكانيات المالية المحدودة ولكن مع هذا كله أبي أثبت وجوده أبي أشتغل طبعا نحن هلا ما بنا يعني بحالة حرب كنا أو نشيد بعضنا نتعكز على بعض بس ولكن في كمان بجزء من الخطة مهم هو تعريف الجمهور بالقوانين والمراسيم اللي طالعة بتطلع جديد تبسيطة من خلال الإعلام فهي كمان في دور الإعلاميين حول هذه القضايا نعم حضرتك ذكرت أنه ممكن أي حدا كمان يشارك بفكرة جديدة والمهم أنه ما تكون الأفكار يمكن كتير مطروحة وأفكار تقليدية هي يمكن نحن بنقدر نوصل رسالتنا عبر أشياء بسيطة وبنفس الوقت تكون لها بصمة ويكون فيها ابتكار وشي جديد اليوم أي حدا عنده فكرة لحتى ممكن يساعدكم أو يرفدكم فيها كيف بيقدر يتواصل معكم على التليفون اتصال مديرية 3-6-2-3-4-1 يعني أعطيت الرقم الصريح رقم المباشر عندي ابدا اي فكره مفتوحه اي فاصل اي فكره رح تبناها فورا لانه نحن بالاخير طبعا اليوم نحن الرسائل لما اشتغلها ما بشتغل مباشر لانه اسلوب مباشر يوم ما عاد في حد اشتغل فيه بطريقه غير مباشره رساله بس ما تكون طويله قصيره انيميشن فاصل سبوت اي فكره فيلم قصير قصه نجاح سوريه مميزه يعني يكون عبرة لغير لما سنتعلمها بس هاي كلها نحن بنا مع التمويل كاملة هذا كمان يمكن بيكون تشجيع لطلاب الإعلام نحن عملنا لهم لقاء لطلاب الإعلام وحتى نحن كان سنة الماضية بس تأخرنا شوي بحكم التمويل إجا متأخر بس إن شاء الله السنة كمان السنة ما لحقنا لأنه تأخر التمويل بس السنة الجاي للطلاب السنة الرابعة من كل قسم بكلية الإعلام رح ناخذ طالبين نعطيهم نعرفهم بمشاريع الإعلام التنموي كل مشروع تخرج يطلع مميز له كل طالب لابتوب وكاميرا هذا جاهز يعني المشروع إن شاء الله رح نفذه السنة الجاية يعني طالب. عرض مغري للطلاب وتحفيز هو تشجيع كبير وتشجيع أكيد تمام. يعني تناولتوا عدة مواضيع تجنيد الأطفال العنف ضد المرأة يعني هدول أكثر مواضيع ركزتوا عليها بورش العمل هلا احنا ركزنا على جانب بس اخلاقيات العمل الصحفي كان عندنا ورشه كمان ب 13 و 14 الشهر هذا كمان عملنا عن سلامه وحمايه الصحفي لانه الصحفي كمان هو اكبر شيء كمان بالاخير لما بينزل على الميدان في له احيانا مثلا كان سابقا الله لا يعيد هذيك الايام التفجيرات يعني في مثلا انا لي زملاء لما نزلوا مراسلين حربيين شافوا مثلا اصدقائهم او اخوه او ابن عمه بين الشهداء اشلاء الشهداء كمان هذا الصحفي يفترض يهيئ نفسيا كيف الدخول للميدان دخول ارض المعركه هي عملناها الورشه مع المكتب اليونسكو الاقليمي والاتحاد الدولي للصحفيين كمان عملناها بشهر اذار الماضي طبعا احنا ورشاتنا ما بتكون فقط في دمشق عملنا بطرطوس ورشتين وبلاديه الشهر القادم عندنا ورشه في طرطوس عن القانون الانساني لانه كيفيه استخدام القانون الانساني كقوانين بيقول لك انا صحفي يعني مثلا انا ما بيهمني اعطي القانون الانساني متوفر على النت ومتوجود انا بدي ادرب الصحفي على المواد اللي بتهمه كيف يوظفها في تقريره هي عندي اياها أنسنة التقارير التقارير الانساني كيف يوظفها كيف يستخدمها هي راح تكون ان شاء الله بطرطوس لانه عملنا وحده بحلب وفي ورشه وراها كمان عن مخلفات الاسلحه مخلفات الازمه بنات الاسلحه مهمه كثير عملنا عنا ورشتين هلا عنا ورشه بطرطوس وورشه بحلب نعم يعني استاذ عمار هذا المجهود كله لحالكم عم تبذلوه ام في جهات مشاركه ايضا لا تماما هلا هو في شيء تمويل ذاتي من الوزاره من الخطه الاستثماريه ودعمنا السيد رئيس حكومه بالموازنه يعني كمان ورد هلا زود لنا اياها يعني مليح في شيء تمويل من المنظمات الدوليه العامله على ارض الجمهوريه العربيه السوريه يعني مثل الصندوق المتحد للسكان اليونسكو منظمه الصحه العالميه اليونسكو هذول يعني اللي عم بتساعدوا معنا اللجنه الدوليه للصليب الاحمر في تعاون بيناتنا يعني وثيق والهلال الاحمر العربي السوري يعني في احيانا مثلا بيكون تمويل احيانا مساعده مثلا بتقديم الخبراء لانه نحن كمان في جانب عندنا مهم التدريب يفترض يكون في مدربين تخصصيين هلا احنا في سوريا نفتقر احيانا لجانب تدريبي صح عندنا مثلا اكاديميين حاضرين غالبيه المستعين فيهم من كليه الاعلام وهن الطلاب يعني اوريدي مثلا كان دكتور بالجامعه ايه فبيقول لك فنحن شوي يعني ببدا
في تقصير. نعم. فأحيانا نستعين بمدربين من برا مشان مضاف للمدربين المحليين مشان يكون في يعني هيك زيادة خبرات أو إضافة على المضاف للصحفي. هي بالأخير ورشة ما بتخلق صحفي ولا بتصنع صحفي، هي ثلاثة أيام بس عبارة عن تحريض ما في داخل الصحفي وتطوير وتعريفه بآخر المهارات الجديدة بس. نعم. يعني إضافات يعني ما في أكتر ولا شيء. يعني ورشات عمل ونشاطات عم تقوموا فيها كأعلام تنموي، ونحن نتمنى لكم كل التوفيق، وأيضا يعني حقق نجاح هالأعلام على أرض الواقع ويصير في له انتشار وأيضا معرفة من قبل الإعلاميين، أكيد لحتى هن بدورهم ينقلوا عبر الوسائل الإعلامية. شكرا كثير لك، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا أكيد لكم. نتشكر وجودك معنا الأستاذة عمار غزالي، وإن شاء الله يا رب منكون معك بمواضيع تانية إن شاء الله. شكرا لكم، يعطيكم العافية.